بفاس سمت تشين القنصلية الفخرية لفنلندا على صعيد الجهة، حيث عينت كنزة الوزاني الشاهدي قنصلا فخريا، وسيعهد إليها بالعمل على النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين فنلندا والمغرب وتقديم الدعم للمواطنين الفنلنديين على صعيد الجهة. أنا سعيدة جدا لتمثيل المرأة المغربية. فنلندا قررت الاستثمار في جهة فاس-مكناس لأنها تمثل إمكانية كبيرة للتبادل، خاصة وأنها تتوفر على تكنولوجيا عديدة يمكن أن تقدمها للجهة. زيارة السفير الفنلندي تكرس اهتمام فنلندا بالتعاون مع المغرب، وتتيح فرصة فريدة للوقوف على الدينامية الواعدة لجهة فاس-مكناس. اللقاءات التي أجريتها على هامش زيارة الوفد الفنلندي كشفت وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الثنائي. بتعيين كنزة الوزاني الشاهدي قنصلا فخريا، فإن فنلندا باتت تتوفر على 6 قناصل فخريين بالمغرب، بكل من فاس وأكادير وطنجة وأسفي ومراكش والدار البيضاء. الوفد الفنلندي التقى عدة فاعلين من القطاع العام والخاص، وشملت أهداف الزيارة تحديد إمكانية التصدير والاستيراد والاستثمار بالمنطقة، والترويج للحلول الفنلندية فيما يخص تحسين أداء المقاولات المغربية في مجال التكنولوجيا الفلاحية والرقمنة والتعليم.